النهارده ان شاء الله هعمل معاكم من عروش توم، هعمل معاكم التوم البودر بكل تفاصيله. اتبعوا الخطوات، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ونبدا على بركه الله. اهلا ومرحبا بكم في قناه نغمات الاطعمه، معكم صغير من قناه نغمات الاطعمه. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هنعمل التوم البودر بكل تفاصيله، اتبعوا الخطوات. مشاهدة طيبة ان شاء الله، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، ونبدأ على بركة الله. عندي هنا كمية من التوم الاخضر اهو مقطعاه، واخدة العروش تخينة لوحديها، والورق بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجة انا غسلته ونشفته وايه وقطعت الورق منه كده، ده هحطه في الفرن على ايه درجة حرارة متوسطة، يعني ايه هادية خالص كده، عشان لما تيجي تسويه يستوي على نار هادية، وفي نفس الوقت ما يتحرقش منك. لو عندك شواية ممكن تشغل الشواية من فوق برضو واطي خالص، والفرن واطي خالص، وتسويه على نار هادية. هحطه بقى في الفرن وهرجع لكم تاني. اوعى تروح في حته ولا تغير المحطه، لسه مكملين مع بعض حبايبي. اللي ما عملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس، على كلمه الكل، مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناه. هحطه بقى في الفرن وهرجع لكم تاني. تاني حاجه هجيب العرش ده، هجيب مقص كده هقصه كده او سكينه، اي حاجة عندك بقى متملكة اهو، او بايدك انت براحتك خالص، اللي عندك متواجد. هفتحها كده اهي، هفرخها كده، هطلع كل ورقة لوحديها كده، وبرضو ايه هحطه في الفرن بس كده اهي. شايفين هي بكل سهولة بتطلع المنظر ده، طريه خالص. يبقى صينيه كده احطها برضو كده، او بايدك اهي، بايدك اسهل لك كمان من المقص اهو، شايفه يعني كمان ايه طريه خالص، ما فيهاش اي حاجه ناشفه، طريه. عشان تشغلي ايه البوتاجاز مره واحده هتحطي كله مع بعض، ما تحطيش بقى حبه ومثلا تقولي ايه انا هحط حبه وبعد كده الثلج يفضى احط الثانيه، لا صينية عندك كده برضو، وشغلي ايه شغلي برضو ايه الفرن مرة واحدة عشان توفري الغاز عندك. انا عايزة بس اوريكم حاجة هنا، لما تلاقي حاجة ناشفة زي دي كده، دي استبعديها اهي، دي ناشفة خالص كده استبعديها. هخلص بقى كل الكمية كده وهدخلها برضو الفرن، لسه مكملين مع بعض. اوعوا تروحوا في حتة ولا تغيروا المحطة. فاصل ونواصل. قشرت كل الكمية بالمنظر ده، هحطه بقى في الفرن. بعد مرور 10 دقايق شايفين بدأ يدبل الزهر اهو، هخليه برضو في الفرن كده، واحط التاني ايه في القاع. شايفين منظر، يعني استغلي الفرن بتاعك وما تحطيش حبة صغيرة، تجيبي كمية وتعمليها وتحطيها في الفرن كده على نار هادية خالص، وتسيبيه بقى ايه من كل وقت فترة والتانية تقلبي فيه عشان ايه كله يتحمص. سيبوا بقى ايه يتحمص كله، وهوريه لكم بعد ما يطلع وهقول هنعمل ايه. فاصل ونواصل. بعد ما طلع من الفرن شايفين اتحمص قد ايه اهو، هنعمله بقى في المطحنة بتاعت الخلاط وادي الصينية اهي، شايفين هو بكل سهولة هيتطحن معاكي. هعمله بقى ايه في مطحنة الخلاط وهرجع لكم تاني عشان ما صدعش من ايه ما صدعش المحكم. حطيت كمية كده في الخلاط بسم الله، بقى شكله بالمنظر ده. عملت كل الكمية كده، شايفين بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة من العروش. طبعا ده بقى تستخدميه في الفرن عشان تعملي منه دقة مثلا، تعملوا منه يعني ايه هريسة،
هتستخدميه في حاجات كثيرة ان شاء الله. هنزل لكم فيديو قريب في الهريسة ودقة كده تنفعلك في كل حاجة. شايفين جماله حلو ازاي؟ خلصتي كل الكمية بالمنظر ده؟ مش قادرة اقول لكم ريحته جميلة جدا، جربوه بإذن الله هيعجبكم. هنعمل طبعا بإيه؟ براس الثوم. هنعمل هريسة وان شاء الله هنزلها لكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.